فالبطايه مستويه والشعريه على النار، ام علي الفطير متقطع وجاهز، مش هنعمل فطير مشلتت لسه، العصير معانا جاهز بس عاملين جردش حلو كده وجو السنه الميلاديه، الكب كيك عاملينه واخد برضو روح السنه الميلاديه وهكذا. البطايه هنبدا نفصصها ونقدمها بشكل جديد النهارده عشان تكفي العائله والجيران والحبايب والقرايب. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه البطايه بعد ما بتستوي بالشكل ده كده باخد اللحم بتاعها وريحك من العظم كده وتاكليها على الجاهز. واحنا واقفين مع بعض كده بنشيل العظم من البطايه ونحتفظ باللحم. اخدك عظم اخليكي لحم اهو، شفت اللحم بتاع البطايه اهو زي الفل. وعايزه تكسبي اللحم بتاع البط ده بعد ما تستوي يا ست الكل حطها في التلاجة شويه واسيبها تبرد بره شويه، يوم اللحم يطلع معاكي زي الفل كده اهو. بسم الله ما شاء الله، هوبر هوبر، بطايه متربيه على الغالي اهي. شفت الله الله على صدر البط، ما تجيب لي صدر البطايه الحلو ده كده، شوف الحلاوه وشوف الحمار، ده بط بلدي. خلي بالك تعرف البط بلدي مش بلدي ازاي؟ لما يكون اللحم بتاع الصدر احمر كده اهو. الله الله التفاصيل اهي، شفتي مستويه، انا عايزها كده اهو. الله لوحدها بتسيب اهي. ساعات بنسوي البط يبقى شد كده معانا ويعمل لنا قلق واحنا بناكله. اه فين البط؟ الله الله حلو قوي كده. بقى الاطفال والكبار ياكلوا من البط ده، مش هخلي عضمايه هنا، انا مش عايز عضمايه هنا. اه خدت البط ده كده بعد ما خليتها، يعني بط مخلي اهو حلو، واخليه على جنب تمام. والكبده بتاعت البطايه، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ والانصه بتاعت البطايه دي مناب، كانت ام رحمه الله عليها تشيل لي الانصه والكبده بتاعت البطايه، كانت تحبني شويه زياده. حلو، هناخد مع بعض الخضار اللي موجود عندنا. خضار ايه يا عم الشيف؟ شويه فلفله، شويه بصل، برتقان، الجو الحلو ده كده. ومعانا طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها قليل من الزيت ونبدا نشتغل مع بعض. حلو الكلام. ادي البصلية وادي الفلفل الملون مع الحار مع جزر مبشور. ده بقى ايه؟ بنغير منظومة البط خالص. اه ده خضار بالشكل ده كده، ونغرفها برضو بشكل حلو، جرنش لطيف. ده فلفل حار، فلفل اخضر بالشكل ده كده، هيخش على النار دلوقتي. عايزك بقى تعملي حاجه حلوه بمناسبه السنه الميلاديه الجديده، نصيحتي ليك يعني في مجال المطبخ بتاعنا، تعتبريها ايه نقطه من اول السطر زي ما بيقولوا، اللي هو تاخدي التلاجه بتاعتك كده تعملي لها عمليه فحص، فرش بتاع زي ما بيقولوا. حلو الكلام، يعني تشوف ايه اللي فيها وتاريخ الصلاحيه، الاكياس اللي موجوده في الادراج بتاعه المطبخ فوق وتحت، تشوفي تاريخ الصلاحيه 23 اركنيه على جنب عشان ما تفتكريهاش، خليكي في 24 وادعي في صلاتك وفي قيامك وفي كل لحظة سنة ميلادية حلوة وسنة جميلة بكل تفاصيلها. الطاسة على النار فيها قليل من الزيت. حلو اه. خلي بالك الشوربة بتاعت البطاية معايا. اه محتفظ بيها ليا شغل فيها. معلقتين زبدة أو سمنة. الله حلو قوي. ناخد الخضار بتاعنا ده كده بتفاصيله. الله الله حلو قوي. ايه الجديد يا عم الشيف هنا؟ شكلك البطايه، احنا بنشوف البطايه سليمه ونفرح بيها. لا هنفرح ان شاء الله. نقلب الخضار ده كله. الخضار ده هيشرب عصير برتقان ويتحط عليه برتقان ويتقدم عليه برتقان. شفت الشقاوه؟ اه نقلب كده. معانا قليل من الدقيق. حلو. ونقلب الخضار مع الدقيق. معانا شوية زعتر، شوية روزماري. بنسقطهم هنا. ده الجديد بقى. اه ونقلب كده. ايه ده يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ انا بس اجيب بطاية بقى واحط معاها خضار وبوكيه جرنيه وادخلها الفرن واستنى واقعد جنبيها وضيع وقت على ما تستوي، ده خلاص كان في 2023 و22 و21 اهو. اول 24 لازم نقدم البط بشكل جديد وبلون جديد، مقوله الشيف الشهيره، تفاصيل صغيره ولكن بطعم جديد وبشكل جديد. اه
الدقيق مع الزبدة مع الخضار على النار، والنار بتاعتنا شديدة. معانا شوربة البطاية جاهزة، نشيلها من هنا خالص. حلو تمام. وتعالوا مع بعض نتبل الخضار بتاعنا ده. البرتقال يحب ايه؟ شفت بقى المدرسة الطهوية بقى، البرتقال ما يحبش لا كمون ولا كزبرة. عشان نبقى واقعيين شوية، لما تعملي حاجة بالأناناس بالبرتقال بالتفاح، الفواكه غير الخضار، الفواكه معززة نفسها شوية، مش أي حد تتعرف عليه. توابل البرتقال حاجات بسيطة، قرفة، فلفل أسود، شوية كركم من لونه وهكذا. أهو شفتي ده فلفل أسود، كركم، ده البرتقال، خلي بالك. أه شوية ملح، ده البرتقال، حلو. شوية بابريكا، ده البرتقال. اوعى إيه الكمون والكزبرة هنا، هياخدك على سكة طبق الفول، طبق المدمس، احنا مش عايزينه. هنقلب كده، اه. ده على النار. أشم ريحة الدقيق بتحمر في السمنة أو الزبدة بالشكل ده كده، ومازال معايا شوربة بطاية حلوة متربية على الغالي. بتعرفي البط ده حلو ولا مش حلو ازاي؟ من ريحة الشوربة بتاعته. شوربة ريحتها حلوة ما فيهاش زفارة، نعرف البطاية متربية على الغالي. واحنا في الريف المصري والصعيد المصري للأمانة ولغاية دلوقتي كرمة، تلاقي البط قاعد معانا على السفرة، ايده سابها ايدي في الأكل، اه على الطبلية من الآخر. الشعرية معايا اهي، ايه الحلاوة دي؟ شفت الشعرية الجميلة دي مستوية؟ باخدها كده أقلبها، فلفلة ازاي؟ لون الشعرية حلو ازاي؟ اه دي جاهزة. حلوة ولا حادق؟ طبعا واخدة ملح واخدة فلفل واخدة سمنة بلدي وحمرتها وسويتها بإيه يا عم الشيف؟ بشوربة البط، وكمان شوية شوربة بط. ونقلب. شفت ازاي الشعرية؟ هو دي فكت ازاي وضحكت ازاي أول ما شمت ريحة الشوربة أهي. شفت ازاي؟ كمان شوية، ده الشعرية أهو. حلوة أوي، تمام. هنقدمها دلوقتي. الشعرية بتاعتنا زي الفل على النار كده. دي شعرية، حلو؟ والخضار جاهز معانا. يلا بينا يلا بينا. شوف البطايه راح على فين، ده كله مع البط. هو ده بتكاكي وتقول اهاتي، هو ده هو ده بس خلاص. فين البط؟ احنا مستنين البط، منتظرين البط، عايز نشوف البط. سيبها تغلى على النار. القوام معانا برتقان يا استوفندي يا ابن عم البرتقان. حلو دي كمان ناخد العصرة دي. الشكل ده كده، اخد العصير بتاعها ينزل كده. حلو. وبرضه نفس القصة، عصير برتقال بإيدك كده تعصريه عشان تحس بالإيه؟ بحلاوة البرتقال. حلو زي الفل. بقيه البرتقانه دي ناخدها. بالشكل ده كده. اه. طبعا البرتقان يتغسل. بعد ما يتغسل يتنشف بمنديل. وناخد البرتقان ده كده جرنش في قلب الخضره. الله. هتعمل ايه في الاخر يا عم الشيف؟ اصبر على رزق. معانا عود زعتر حاطينه، ده عامل زحمه نشيله. شفت القوام بتاع الصلصه جه منين؟ من الدقيق اللي انا حمرته في الزبده وانا بحمر الخضار. احفظي معايا. ده خلاص مش عايزه، نشيله كده بالراحه. هو ده. ونقلب الخليط ده كده. الله شفت الانسجام؟ هو ده. يلا بينا بقى نغرف البطايه بتاعتنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب السرفيز الحلو ده كده. السرفيز استانلس زي ده كده. حلو. وناخد الشعريه بتاعتنا الحلوه. نسقطها هنا كده. اوف مغرفه حلوه. روح بقى جيب ديك رومي ليه؟ ما انا معايا شيف شاطر اهو. عدى اليوم ببطايه حلو، والبطايه جايه هديه مش دافع فيها فلوس.
الخضار بتاعنا اللطيف الجميل موجود معانا. الله بص الخضار بقدمه ازاي. اه ده الخضار بتاع البطاية، بحطه هنا كده. خضار واخد البهريز بتاع البط. الكفر بتاع الخضار ده والتلميعة بتاعة الخضار دي جاية من معلقة الدقيق اللي أنا حطيتها ولمعت بيها الخضار. في طعم البرتقان فيه، الشعرية فيها طعم البرتقان فيها، وأنا شغال كده واحدة واحدة. ده الخضار غطيت بالشعرية. آه البط اصبر علي لسه ما خلصتش، زعلنيش منك تقوليش فاصل دلوقتي. معايا البهريز الحلو ده، حلو الكلام. اه زي الفل. هناخد البطايه دي يا عم الشيف، جمال البطايه وحلاوه البطايه نرصه كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت انت البط اتقدم بالشكل ده قبل كده؟ بالله عليكي قولي لي، سمعيني. اه كبده انصه. ايه اللي دي؟ ايه اللي دي؟ بص 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 دي يا مخرج، ده شوف الغلاف ده، شوف البرتقال عامل ازاي؟ بص دي على فين؟ اكلها اكلها اكلها. هي دي شفت ازاي؟ اه 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 يا ويلي. شفت الفكر الجديد ده؟ اه بس طبعا انت هتجيب منين بقى حد يسلق لك بطايه وجاهزه تطلع معاك في 3 دقايق؟ الحلقه شغاله بقى لها قد ايه يا شباب؟ ما كملناش لسه 15 دقيقه، صح يا استاذ رحاب؟ اه ناخد البهريز وخلصت البطايه. علشان البطايه دي لو انا عملت لها حفله مزيكا وعملت لها اللي عمرها طبعا ما هتستوي في الوقت ده. هناخد الصوص ده كده، هو ده هو ده، يلا بينا. هو ده اهو، ده البط بالبرتقال وحصري ومع بدايه سنه ميلاديه جديده 2024، بداناها بالجديد وهتبقى كل حاجه فيها جديده ان شاء الله، اللي هو بط بالبرتقال مع الشعريه على طريقه المغازي. هناخد بعض